بيحكوا عن ملك من زمان هديوه بساط، وهو عباله انه يقعد كله على هيدا البساط، فجرب ينام بالعرض مساع، جرب ينام بالطول مساع، جرب ينام من زاوية لزاوية مساع. فسأل الوزير المستشار تبعه انه انا كيف في ساعة على هيدا البساط، مش عم بقدر. وكان عنده حكمة هيدا الوزير وقال له يمكن اذا بتطوي اجريك شوي بتصير سايع كلك. ودرجة على الرعية عنده كمان انه ما حدا يتخطى شو بيقدر يعمل، فعقد بساطك مد اجريك. تقدر تعمل حيلا شي بس سيع حالك عقد ما معك. حلو حلو.